حياكم الله مشاهدينا من جديد. فقرتنا الحين فقرة فنية، وأنا سعيدة جدا بهذه الفقرة لأن معاي شخصين عربيين استطاعوا أنهم يوصلوا للعالمية ونجحوا، واليوم رجعوا عشان يكونوا معنا. معاي اليوم ريدوان، منتج موسيقي عالمي استطاع أن يترك بصمته على إنتاجات النجوم العالميين، أسماء كثيرة مشهورة نذكر منها شاكيرا، ليدي غاغا، جينيفر لوبيز والشيب خالد. طبعا معانا بعد موهبة مغربية شابة، فالفنان أحمد شوقي اللي استطاع بقدراته الفنية أن ينتزع مكان له تحت شمس ريدوان الساطع عالميا. حياكم الله في الاستوديو. السلام عليكم، شكرا كثير على هذا الاستضافة الكريمة. حياك الله في الاستوديو أحمد. شكرا شكرا بزاف. بعدك أول حاجة حق استطعتوا أنكم تحققوا واحدة من الأحلام ديالي، أن يكون جانب الأسطورة ديالنا ريدوان، لحقيقه كنت دائما كنحلم انني كنت واجد معه في لقاء. صراحه انا ليش انا كثير مبسوطه، لان لما ينجح اسم عربي في امريكا مع هذه المجموعه كبيره من النجوم فعلا يستحق التقدير. شكرا. لانه صعب انك انت تنجح ريدوان، يعني ما شاء الله اسمك ساطع في كل مكان، فاحنا نتشرف فيك عربي انك وصلت لهذه المرحله. شكرا كثير. في البدايه نبي نتكلم، بعد كل هذه المشاهير اخترت الموهبة أحمد شوقي، كيف تم الاختيار وكيف صار التعاون في أغنية I love you حبيبي؟ وصراحة رجوع إلى الأصل أصل لازم. الحمد لله الشهرة كانت كبيرة جدا في العالم، وحققت مسائل كبيرة الحمد لله، فلهذا مسؤولية يعني أن أرجع إلى الأصل وساعد إن شاء الله الشباب المغاربة والعرب بصفة عامة. وأحمد شوقي هو يعني الأرتيست الأول الذي تعاملت معه الحمد لله، وخدمة مشت مزيانة الحمد لله. راه احنا بدينا كنعملوا شيء، بنشوف مقتطفات من I love you حبيبي ونرجع نكمل حوارنا. أوكي. خليكم معنا مشاهدينا. Red one Mr. Worldwide Hamid Shaki حبيبي I love you I need you حبيبي غني لي وخليني معاك حبيبي I love you I need you حبيبي دوبني في نار الماء. أول مرة شفتك تغير حالي، إحساس غريب ما عرفت مالي، حبيتك تكوني ديالي نعيش حياتي معاك لو بزاف يحسن عواني لك تروح سلبتي كياني كلمة حبيبي خليت لساني يغني بكل اللغات طبعا مشاهدينا ما اقول لكم الاستوديو شلون صاير والكنترول فوق، مسوين حفله عشان ريدوان اليوم موجود. زين ريدوان، في البدايه لو تخبرنا مقتطفات عن بدايتك للجمهور اللي ما يعرف كيف بديت وكيف اسست حياتك. صراحه هو البدايه كانت حلم كبير يعني اكثر من متوقع الانساني، ولكن انا مع عائله تسعد الأطفال أو عائلة كبيرة. كبيرة. عائلة كبيرة. مشيت كان حلمي كبير أنا أوصل في العالمية ابتداءً، ولما كانت عندي 19 سنة رحت إلى السويد. حلو. لأن كانت بزاف ديال الموسيقى البوب ميوزيك كانت ماجية من السويد. وكان كيعجبني واحد الجروب اسمه يوروب ذا فاينل كاونت داون. أوكي. ورحت للسويد عشان تحسن في الموسيقى ويكون عندي إمكانيات أحسن. حلو. إيوه، ومشيت للسويد الحمد لله. كانت مسيرة صعبة جدا لأن سحب لي الحلم حيكون سهل، كان صعب جدا لأن الحياة الواقع أصعب من الخيال، ولكن الإرادة بوزيتيف انرجي يو هاف تو، لازم يكون عندك واحد الاراده وانضباط في الحياه. والحمد لله بعد 5 أو 6 سنوات في السويد بالستراجل يعني بالكفاح وهذه حققت بعد ارقام حلوة. جميله حلوه في السويد، ولكن كل مره كنت اروح المغرب ما في حد سمع اغاني بتاعي. لان كان في اسكندنافيا.
يعني شهره نمبر 1 في 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 سويد، بس كانت محدوده، ما كانت توصل للعالم كله. اكزاكتلي. يعني بعد 5-8 سنوات قررت لازم امريكا، وبتدي من الزيرو. رحت جامبل يعني سبل بكل، وطلعت الحمد لله لأمريكا نفس الشيء، كانت بديت أصعب من الصفر طبعا. يعني سويد 9 مليون وأمريكا 300 مليون نسمة، كانت صعبة 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 كثير. رضوان، لو تخبرنا كيف تعرفت على أحمد وليش اخترت أحمد وشو اكتشفت فيه أنه قلت هالإنسان بشتغل معاه؟ صراحة أنا كنت كان نعرف أحمد شوقي سنين، يعني أكثر من 10 سنين 12 سنة، شفته في كان عندهم جروب في المغرب يعني شبه مشهور في المغرب، كان اسمهم لا بالوما، كانوا بيغنيوا بالمغربيه والاسبانيه فلامينكو، عجبوني وانا كنت في السويد، كنت نشتغل في السويد. هو كان كيعرف اخي رائد، يعني شفت الطموح، يعني رائد قدموا لي. ومن ديك اللحظه كان كيش تما طموح كثير، وحسيت ان في شيء راح يطلع منه. لا، سمعت صوته جميل جدا، يعني فنان كبير اللي يستحق يكون في العالميه. هذه نمبر 1. وحاجه واحده اخرى، كان الحاح ملح، يعني سنين كان يصر عليك، سنين يعني ما يأس. شبه 10 سنوات الالحاح ما في مانع. بليز هيلب مي، يعني ساعدني ساعدني. نفس ما يقولوا اخوان المصريين، الزنه على الودان اكثر من ما ادري شنو. احمد رضوان حسب ما قال لنا انت ألحيت عليه، ما خفت من التجربه بعد كل هذه المشاهير اللي تعامل معها انك انت تحس بالرهبه وانت بتشتغل معها؟ حقا طبعا، لان ماشي سهل انك تتعامل مع واحد الاسطوره فنيه رائعه جدا. وانا كنقول لك دائما مجرد انني كنتلاقى به كنتعلم منه كل نهار اخلاقيات الفن ونجوميات. هذا في الاول. وثانيا هو في الاول دعمني كاخ له، وقدم لي يعني ما خلش عليا بيد المساعده، وقرر انه يخلق من فنان مغربي اللي كانت البدايه ديالو طبعا صعيبه بزاف، على اساس انني غير تسمع صوتي في المغرب. انا كنت كنطلب منه غير انني نتشاف في المغرب برك. هذا هو الحلم ديالي في الاول، ما هو وسع لي هذه الافاق هذه، وقال لي ان شاء الله غنحاول نحققوا فنان مغربي تاريخيه، يعني اسمه حلو. عربي يعني انا مغربي بعد، مغربي وعربي. رح نتكلم بعدين عن قصه تطوان وانه اصلكم من نفس المنطقه، عشان المشاهدين يعرفون انت ايش كثر عانيت عشان تشتغل مع رضوان. بنشوف لقطات عن مسيره رضوان واهم النجوم اللي تعامل معاهم، نشوفها سويا. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفي الجميل واللي منور الاستوديو واللي مسوينا جو اليوم، رضوان وأحمد شوقي. رضوان، بعد كل هالمسيرة وكل هذا اللي اشتغلته، بعض الناس يصيبهم غرور
أنت شفناك رجعت وتعاونت مع أحمد شوقي، هل السبب يرجع لأن أحمد من نفس مدينتك في المغرب تطوان، ولا أنك أنت حبيت تطلع شيء مغربي أو شخصية عربية وتوصلها للعالمية؟ سؤال جميل. صراحة هي ميكس، يعني ميكس. أنا لازم، أنا أفتخر أنني مغربي طبعاً، أفتخر أنني عربي ومسلم الحمد لله. و of course هو كان أقربي، يعني أخي رائد أنا حاليا. وصراحة لما سمعت صوته والإلحاح وفكرت لازم أعمل شيء تجيف باك، يعني نعطي للأصل يعني بتاعنا. والحمد لله هذه هي الفكرة، أن واحد مغربي يوصل للعالمية. أنا مغربي وصلت للعالمية، والهدف بتاعي هو إن شاء الله نساعد الشباب المغاربة والعرب في المينا، يعني من المينا بكله. وإن شاء الله يكون الهدف ديالنا هو نكون عندنا الصوت في العالمية، يعني مش غير في لوكال. حلو. أحمد، قليل من المغنين العرب اللي وصلوا للعالمية مثل الشاب خالد. أنت وين طموحك؟ وين سقف طموحك؟ وين تبي توصل؟ هو مجرد الاشتغال مع فنان عالمي بحجم رضوان، هذا هو بحد ذاته يعني إنجاز تاريخي. لأن في حق الطموح ديالي أنا قلت لك كان يعني أقل من هذا اللي عايشه دابا. دابا الحين كنت كتبوزو برومو، فكرتيني في النهار الأول اللي تلاقيت رضوان اللي هو نادر خيط اسمه الحقيقي اللي كان فخر به دائما. تلاقيتو جيت عنده للدار وبديت كنسمعوا الاغاني، قال لي زعما قل لي الفكره ديالك، كيفاش نقدر نعاونك، انا كيفاش نقدر نساعدك. قلت له عافاك عمل لي غير واحد الاغنيه بحال باد رومانس زعما، ماشي شي حاجه كبيره. من بعد ما تطور السنين عاد عرفت القيمه والحجم ديك الشيء، وكيفاش الانسان كيشتغل له التعب وسهر الليالي اللي قاز منهم هو وحقق المستحيل. صافي انا بقيت كنامن بان المستحيل الحقيقه ما كاينش، يعني تلغم القاموس العربي، وكان الفضل كامل للرضوان تبارك الله عليه. طيب احمد، بما انك انت جيت برجولك الاستوديو سيدتي، راح تغني لنا اليوم، مالك امل انك تطلع وما تغني لنا؟ شو راح تغني لنا؟ نغني لكم واحد الاغنيه انا بهوك، يلا عاد كيفاش نزلناها حطيناها جديده هذه الاغنيه جديده، يعني سكوب حق برنامج سيدتي لكل مشاهدينا ومشاهداتنا. يعني هي ديجا نزلت في اليوتيوب وانا دابا هنا كنستغل الفرصه باش الناس تسمع اكثر، لانها اغنيه حلو. جميله جدا من توقيع رضوان. سمعنا. ولازم تهديها حق جماعتنا في الكنترول لانهم يبون يسمعونا. اوكي. هذه هي كل الوطن الخليجيه ولي لك. انا بهواك قلبي تجن، بحلم بلقاك قلبي ليك بيحن، وبستناك بقالي زمان، ويايا تكون تديني حنان، في قلبي نار مولع جوايا شواه متجمع، وانت على طول متدلع قلبي يا حبيبي ملك ايديك، في قلبي نار جوايا شواه متجمع، وانت على طول متدلع قلبي يا حبيبي ملك ايديك ملك ايديك. برافو. صراحة شوية ببكي أنا. هذه الأغنية راح تصورها أحمد قريبا ولا لا؟ دابا إن شاء الله احنا عندنا مجموعة ديال البروجي اللي خدامين عليهم وكنشتغلوا عليهم. ما كنظنش غير لحقنا الوقت اننا نعملوا، لان 2014 ان شاء الله داخل علينا. كنتمنوا الخير لكل المشاهدين اللي كيتفرجوا علينا، وكل ان شاء الله تكون سنه خير تعاون بينك ورضوان. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. لها كنظن بان مجرد ان الوجود ديالها في اليوتيوب يعني كافي بالنسبه لي. ان شاء الله بعد ندعو مشاهدينا ان يشوفوها. كانت هديه من رضوان شخصيا لكل فان اللي كيتبعوا احمد شوقي. الله، لا وايد دلع صراحه رضوان. قاعد اوفر الدلع. لازم رضوان. هل ساعدت انتقالك من المغرب للسويد لأمريكا في إعطائك هذه الثقافة الفنية والموسيقية؟ إيش كثر البيئة اللي أنت عشت فيها أثرت عليك فنيا؟ صراحة البيئة الأولى هي البيئة المغربية وبيئة عائلتي. نحن كنا عائلة يعني فنانة، عائلة فنانة، وأنا أصغر، أنا الصغير في المنزل، وتعلمت من إخواني، لأن كل واحد من اخواتي كان عندهم ستايل ديفرنت ستايل، يعني
بيعجبهم في ام كلثوم، بعض منهم بيعجبهم بوب ديلان، الميكس كل واحد العالمي. يسمع شيء يعني في في المنزل كان عندنا العالم حلو، وهذا كانت يعني واحد اديوكيشن يعني ثقافه موسيقيه حلو 100%. ورحت للسويد تعلمت اكثر من ناحيه التكنيكاليتي، يعني كيف تشتغل في استوديو وتكون يعني بروفيشناليزم، كيفاش تكون محترف محترف زعما الاحتراف، لان السويد واحد الناس محترفين مستوى عالي حلو. وحققت مسائل في السويد، ولما رحت لامريكا، امريكا يعني في لازم تكون قوي جدا باش تقدر تنجح، وهادشي اللي وقع الحمد لله. كافحنا وبكينا ودبزنا شويه. رضوان، انت بالاضافه للمشاهير اللي تعاونت معاهم كان لك تعامل مع بعض النجوم العرب ومنهم الشيف خالد. بنشوف تعاونك مع الشيف خالد ورح نرجع نتكلم عن هذا التعاون. Yes, we are here in Morocco and Tetouan in my studio here recording an amazing album with my brother Khalid. On est au Maroc, on est au studio, on est en train d'enregistrer le nouvel album. رضوان، رجعنا بعد تعاونك وهذه الأغنية اللي كسرت الدنيا، إنه ما أروح مكان كل ما أسافر ما شاء الله تبارك الرحمن والله يوفقك ويزيدك. الحمد لله. كسرت الدنيا هذه الأغنية. كيف جاء هذا التعاون مع الشاب خالد؟ صراحة اتصلوا بي مدير بتاع يونيفرسال في فرنسا وقال لي بتعرف شاب خالد؟ قلت له لازم، احنا بنعرف ربينا على اغاني الشيف خالد، ولكن صار له مده كثيره ما سمعنا عليه، وكانت يعني الرجوع اصعب من ابتداء يعني. وقال لي لازم تساعدني بيرسونال، يعني هذه المساعده بيرسونال ليلو. قلت له صراحه بيرسونال ليك، ولكن صراحه اتس بيرسونال لنا كلنا طبعا. يعني احنا شيف خالد اسطوره عالميه بالنسبه لنا وكنبغيوه، فاوف كورس انا يعجبني نحيه من جديد يعني، فهمتني؟ والحمد لله قال لي عمل شي حاجه اللي تكون كبيره. قلت له دون وري، يعني كن هاني. عملت يعني موسيقى اللي هي كانت لما جا شاب خالد سيلافي كان تقريبا جاهز خالص، يعني في كلمات كتبناها مع شاب خالد، يعني بلال حاجي هو بيشتغل معايا كتبوا كلمات هو شاب خالد، ولكن الميلودي والميوزيك وسيلافي اون فاسيمي ذا كورس كله عملته انا وبلال، والحمد لله كان تعاون يعني جدا ميكس بين شاب خالد القديم وشاب خالد فور ذا فيوتشر. فعلا فعلا كثير امتعتنا هذه الاغنيه. شكرا. نجاحك مع احمد في اي لوف يو شو كان؟ كيف كانت بدايه فكره اي لوف يو؟ صراحه احنا كنا كان في الدار بتاع امي مارتيل في تطوان. هو يعني حتى لاحقك لين بيت الوالده يعني. لا وراك وراك يوميا معنا في بيت الوالده يوميا. يعني افتحوا لي جمال اول واحد من العائله ده. صراحه في رمضان بناكل كل مكان. اهم شيء تسوي له اغنيه وتطلع. بالضبط. طيب نفطر يعني بعد الفطور كنا نتكلموا وقال لي كيفاش نعملوا هذه الاغنيه؟ قلت له خصنا نعملوا يعني موسيقى فيها عربيه وشي كلمه يعني عالميه. وقال لي يعني هل حبيبي ولا اي لاف يو؟ قلت له صافي بيرفكت حبيبي اي لاف يو بس خلاص. هذه فكره ومن بعد منها حبيبي ذا سونغ. غني لنا منها شويه يا احمد. اوكي. حبيبي اي لاف يو اي نيد يو حبيبي غني لي وخليني معاك. حبيبي اي لاف يو اي نيد يو حبيبي دوبني بنار هواك.
طبعا مو تقصدني انا. لا اقصده. اما قلت اغني له حبيبي اي لاف يو اي نيد يو بس ساعدني عشان احمد بعد اهواك واي لاف يو قاعد تحضر شيء جديد. حضرنا اعطينا اخبار. هو الميزه الاشتغال مع رضوان هو انه بروفيشنال بزاف زعما تبارك الله عليه، وهادشي اللي وصل له ما كانش صدفه نهائيا، كان اشتغال سنين وتعب، وهادشي اللي مسوا انا اكثر في التجربه ديالي هو اننا عندنا دابا استراتيجي ديال كيفاش نصنعوا نجم عالمي مغربي. يعني هو حضر استراتيجي كيفاش غنبداوها وكيفاش غنشتغلوا عليها، وكذلك متساعد بمناجر ديالنا دابا وزكريا تبارك الله كيساعدوا في ان الاغاني تكون في دول اخرى. حلو. وحنا ماشي باستراتيجي ما امكن ان نوصلوا صوت عربي مغربي يتسمع في العالم كامل. الحمد لله ديجا هذه القضيه اوريدي زعما تحققت، عملنا فيرجن بالاسبانيه بالفرنسيه بالرومانيه باليونانيه بالهولنديه كانت نمبر 5 في التشارتس. حلو. دابا بالهنديه ان شاء الله. عملنا بالهنديه. ليش لا ليش لا عملناها عملناها. حلو حلو. تنزل ان شاء الله قريبا والخير مزيد. فكرة هي لازم الواحد الإنسان يفكر على بعد طبعا مش القصير. يعني تفكيرك عن بعد اللي وصل لك الوسام الملك اللي أخذته لو تخبرنا عنه. لا خبرنا عن هذا الوسام. يعني وسام كانت مفاجأة كبيرة، وهذا يعني أكبر حاجة صراحة. أنا ربحت جراميس يعني زي الأوسكار في جراميس في الموسيقى العالمية، ربحت جراميس وجرام لاتين جرامي، ولكن الوسام الملكي شيء another level يعني level آخر. كان واحد شوك وافتخار ويعني اعتراف ملكي مغربي. بس تستاهل. شكرا شكرا. صدق تستاهل يعني وصلت اسم المغرب واسم العرب المكانة جدا حلوة. الحمد لله الحمد لله. وانا استعملت كلمة يعني كلمة المغرب في on the floor. اي طبعا. برازيل موراكو لندن you know يعني استعمل اسم المغرب وفي العالمية الحمد لله، لانه انا فخور. سفير سفير ما شاء الله عليك. العرب العالم. بعد احمد شوقي والشيف خالد، هل هناك من العرب اللي ناوي تتعاون معاهم، وهل هم اقترحوا عليك انه تشتغل معاهم؟ يس يعني تقريبا جميع الفنانين الكبار يعني الكبار العرب. اعطينا اسامي امثال. احسن احسن وصراحه لان ما صار التعاون. لا صار. لا انا عملت اغنيه بكره مع كوينسي جونز. سبق لي عملت وي ار ذا وورلد يعني في لهايتي. والحمد لله عملنا بكره مع فنانين كبار يعني عرب. حلو. ولكن في المستقبل ان شاء الله يمكن يكون شيء مسائل. هذا الاوبريت لو تخبرنا عنه بعد اكثر رضوان. بكره بكره راح يكون اغنيه بكره. اوكي. كانت عملناها في دبي في ابتدينا في المغرب وكملناها في دبي، كانت لمعاونه الشباب العرب والفقراء وهذيك الشيء. عملنا اغنيه كان فيها شكون الفنان اللي كنت فيها؟ مجد الرومي كان فيها كاظم الساهر، شيرين، تامر حسني. أشوفه صار يعرف أكثر منك صراحة. أنا وساعدني في البرودكسيون ديال فوكال برودكشن، عاوني الحمد لله. كان هذيك هو أول حاجة على المستوى العالمي اللي بديت معها فيها. رضوان بسألك سؤال شوية يعني شوية مو محرج، لا بس إنه تعرف إحنا كعرب ممكن نحصل عنصرية مع الغرب. هل أنت عانيت أو واجهت عنصرية لما بديت بداياتك والحين في شغلك؟ هل تشوف ان في عنصريه في التعامل مع العرب؟ صراحه ماي يعني الاكسبيرينس بتاعي ما كانت في يعني في عنصريه، ولكن لازم تنظر العنصريه كانها هنا اذا نزل مستواها. ما تحط نفسك العنصريه اكبر منك. لازم انت تكون شخصيتك اكبر من العنصريه. يعني لما تفكر انا اكبر من هاد الناس اللي بيفكروا بالطريقه هذه، يعني مع الوقت الناس بيشوفوك اكبر. وهذه هي الفكره. دائما كنت انا وثوق بشخصيتي، يعني انا ما بشرب الكحول، ما بدخن، يعني ما في حاجه اثرت عليا. يعني شخصيتي كانت حلو. الحمد لله اكثر من الظروف. حلو. رضوان بعض يعني المشاهير اللي اشتغلت معاهم، منو اكثر واحد حسيت ان هذا قريب على قلبك؟ يعني في كثير يعني صراحة. في كثير في كثير ما يسمعون لك الحين. لا 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 بيسمع. يعني مارك انتوني يعني صديقي كثير يعني قريب جدا. اوكي. انريك اغليسياس قريب حبيبي جدا. حبيبي جنن انريك اغليسياس. انسان عظيم وبيتبول نفس حلو الشيء. انريكي على الحقيقة في الواقع حلو كثير. صدق كثير كثير. ولكن احمق احمق. حلو احمق. ولكن فهذول الناس اقرب الناس على قلبك. بالضبط. هذو يا احمد.
احمد قبل ما نختم، منو من الفنانين العالميين اللي ممكن رضوان يوصلك تعمل دويتو معاهم؟ هادو يمكنش نحرق المفاجأة، انا بيتبول اوريدي يعني موجود يعني في تعاون اوكي ان شاء الله، بزاف مفاجآت اخرين. راح تكون رجاليه ولا نسائيه الدويتو؟ هو ما بقاش عن هذا الهاجس هذا مع رضوان، يعني الحمد لله رجعت. يمكن من اسهل المسائل هو انه كيتصل باي فنان عالمي كيقول له انا بغيتك تكون مع ارتيست ديالي، كيقول له السمع والطاعه. اعطيهم واحد سكوب. الله يحميك من الحسد والعين رضوان. اعطينا سكوب يلا. اعطينا سكوب يلا. انا سكوب هو مثلا انا عملنا احنا يا بيتبول. اوكي. وفي كنا متى راح تنزل؟ لا نزلناها حبيبي اي لاف يو فيتشرين بيتبول. اه لا قصدي شنو عنده جديد؟ عنده جديد مع 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 مارك انتوني. الله. في اغنيه مع مارك انتوني، يعني تكلمت مع مارك انتوني قلت له عندي فنان مغربي عربي صوته يعني صيفط له بعد اغاني سمع له عجبه كثير، قال لي فنان صوته حلو وداك الشيء، والحمد لله غادي نخدموا مع بعضنا المشاهد. رضوان بعد ما شاء الله النجاح اللي حققته واللي قاعده تحققه، ما تخاف من العين والحسد؟ صراحه يس، انا كان امن بالله، ولازم تقرا قران كل نون ستوب، هذا محصن بالدعاوي ديال كل المسلمين ديالنا اللي كيدعموه دائما. انت اكيد بعد حاسدينك لان هو الحين خلاص متبنيك، فلازم كل يوم تقرا المعوذات. الحمد لله. لازم طبعا. انا سعيده جدا 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 بوجودكم معي في الاستوديو. شكرا لتواضعكم ولوجودكم ولنجاحكم، والله يوفقكم ويبعد عنكم كل شر، وان شاء الله يا رب نشوفك توصل اكثر مجموعه من الفنانين العرب للعالميه. هذا هو الهدف. هذا هو ان شاء الله. شكرا لحضوركم معنا. كلمه اخيره تقولونها للمشاهدين برنامج سيدتي؟ تفضل. الله يدخل عليكم هذا العام ان شاء الله المجيب بكل ما كتمناه، واللي اللي عياني ربي شافاه، واللي محتاج ربي يعطيه كل ما يتمنى، ويخلي لنا رضوان ديالنا دائما بصحه وعافيه باش دائما تبقى الرايه العرب مرفوعه في العالم ديال الموسيقى ان شاء الله. انا مثلا يعني ما في مستحيل، الشغل والانضباط ولا ننسى الله اكيد. مشاهدينا مثل ما شفتوا هذا نموذج عربي ومسلم، وفعلا يمكن بعض الناس يقولون الموسيقى حرام وما ادري ايش، انا اقول ان الريال انسان يخاف الله ويعرف رب العالمين ونجح هذا النجاح في الغرب، فهو فعلا عبرة لكل العرب انهم يوصلون وينجحون وما يعني وتتحدون المستحيل، ما تقولون في شيء مستحيل. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الفقرة مشاهدينا، احنا بنطلع فاصل ونرجع نكمل فقرة سيدتي، خليكم معنا.